أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن خيارات الشرعية بعد مرحلة انقلاب عدن. التقى الرئيس هادي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد ساعات من لقائه بالعاهل السعودي الملك سلمان في مكة المكرمة. ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية، فإن اللقاء الذي حضره نائب الرئيس ورئيس الحكومة بحث مستجدات عدن وانقلاب قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على مؤسسات الدولة. وبحسب الوكالة فإن ولي العهد السعودي عبر عن رفضه لأي ممارسات من شأنها المساس بوحدة اليمن واستهداف مؤسسات الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، سواء من قبل ميليشيا الحوثي أو ميليشيا المجلس الانتقالي. مراقبون رأوا في هذه اللقاءات البروتوكولية محاولات تخدير وامتصاص لغضب الشارع اليمني وتخفيف من الضغط الحاصل على قيادات الشرعية، وأبعد من ذلك ربما محاولة لإيجاد مخرج من المأزق الذي وقعت فيه السعودية كقائد للتحالف الذي يزعم أنه جاء لإنقاذ الشرعية، بينما الواقع يناقض ذلك. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: خيارات الشرعية بعد استكمال انقلاب عدن، وموقف التحالف من انقلاب عدن. نشاهد التقرير ثم نذهب لمتابعة اللقاء مع ضيوفنا الكرام. بعد 4 سنوات من الحرب لم تقد العاصفة التي أعلن عنها التحالف إلى استعادة الشرعية بقدر ما تسببت في تقويضها وإضعافها. تقويض باتت معالمه واضحة بعيد استكمال المجلس الانتقالي التابع للإمارات السيطرة على عدن وطرده للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي بأدوات ومدرعات التحالف. أحداث كشفت وفق مراقبين عن الوجه الحقيقي للتحالف بقيادة السعودية والمختبئ خلف شعارات استعادة الشرعية وإعادة الأمل. تجلى ذلك أيضا في الصمت المريب الذي أبداه التحالف تجاه أحداث عدن. ليس هذا فقط، بل إن دعوات التحالف للمجلس الانتقالي بضرورة وقف إطلاق النار والانسحاب من المعسكرات التي تم الاستيلاء عليها كمقدمة لحوار ستعقده الرياض لم تلقى استجابة تذكر. محاولة الرئيس هادي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في عدن خلال لقائه بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في مكة باءت بالفشل هي الأخرى، بعد أن عجز عن انتزاع خطوات فعلية من التحالف لإنهاء الانقلاب في عدن. ومع استكمال سيطرة قوات الحزام الأمني التابعة للإمارات على عدن، تضيق خيارات الشرعية ليس في التعامل فقط مع مرحلة ما بعد الانقلاب، بل وفي كيفية التعاطي مع موقف التحالف من الشرعية مستقبلا، والذي بات يشكل خطرا لا يقل عن خطر الانقلابيين في صنعاء وعدن. وفي البداية ينضم إلينا من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. مرحبا بك معنا سيد عبد الناصر. برأيك ما هي خيارات الشرعية بعد انقلاب عدن والأحداث الأخيرة التي حصلت في عدن، خصوصا بالمداهمات وتستهدف قادة الشرعية هناك؟ مساء الخير، وكل عام وانتم والمشاهدين بخير. عندما نقول الشرعية وكأننا نتحدث عن كيان حقيقي وليس كيان هلامي، هذه الشرعية الممثلة بهادي ومن معه هم عبارة عن أجراء لدى السعودية، وبالتالي الأجير يتصرف ما يطلب منه المؤجر الذي يدفع له. إضافة إلى ذلك، هؤلاء وتحديدا هادي ليس لديه مشروع سوى أن يبقى رئيس إلى ما شاء الله، وأن يعيش في قصر فسيح، وأن يستثمر هو وأولاده وحاشية هذا المنصب للمزيد من المال ومزيد من المكانة. وبالتالي لا تتوقع من هؤلاء المهترين الذين هم أصلا ليسوا ممثلين للشعب اليمني. هذه شرعية متسلطة انتهت منذ 5 سنوات شرعيتها السياسية والقانونية، وفي الأخير اعتقدنا بأن هذه الشرعية من الممكن استخدامها لاستعادة الدولة، ولكن بما أن هذه الشرعية ليس فقط لم تستعد لنا الدولة ولكنها ساهمت بتجزئة هذه الدولة، فهي عمليا
ليست شرعية ولا تمثل الشعب اليمني، هي عبارة عن جماعة من المستفيدين والمصلحين يحملون الجنسية اليمنية لكنهم تابعون للسعودية. علينا كيمنيين أن نتصرف معهم وفق هذه الشرعية، هي فعل وسلوك وليس أشخاص ومسميات غير حقيقية. ما دامت سلوك هذه الشرعية. نعم. بالنسبة للقاءات الأخيرة التي جرت بين هادي وولي العهد السعودي، كيف تقرأ هذه اللقاءات؟ وهل هي تصب في مصلحة الشرعية وحكومة الشرعية واستقرارها وعودتها إلى عدن؟ هذه اللقاءات هي فقط، يعني هؤلاء حيروحوا يشكوا للسعودية ويبكوا لأنهم ضيعوا بلدهم، وبالتالي إذا رضوهم السعوديين بأي شيء هم مستعدين، يعني هؤلاء مستعدين يبيعوا اليمن بأي ثمن. هؤلاء عبارة عن متسلقين لصوص إذا إنجاز التعبير، وبالتالي ليس أهمهم اليمن. لا نتوقع من هؤلاء أن يكونوا رجال بعد أن فرطوا بما فرطوا فيه. هذه حقيقة. هذا الذي يسمى رئيس هو نفسه الذي سلم عاصمة الدولة للحوثيين وساهم في هذه الجريمة. كان ينبغي محاكمته حينها، حتى محاكمة معنوية، لأنه هو الذي ارتكب الجريمة الأصلية. مئات الألوف من القتلى والضحايا بسببه هم، بذمته هو، وبالتالي لا نتوقع من هذا الذي ارتكب الجريمة الكبرى أن يجنبنا الجرائم الصغرى. نعم. عبد الناصر المدع، تفضل بالبقاء معي. ننتقل إلى الرياض، معنا من هناك المحلل العسكري السعودي اللواء محمد الخبيبان. سيد محمد، ما هي الأسباب التي دفعت التحالف للتخلي عن الشرعية في عدن، خصوصا أن المرحلة حرجة جدا؟ يا اهلا وسهلا فيك، وكل عام وانتم بخير، واحيي البيت الكريم. لا، انا ما اتفق معك في ان صار هنالك تخلي عن ما حصل للاسف في عدن خلال الايام الفائته، ولكن خلينا ننظر لها انه برايي، انا اعطيك الان رايي الشخصي، لانه في احداث حصلت بعدها، ويعني اعتقد انها كانت كفيله بانه الشرعيه دائما وابدا تقف بجانب اليمنيين بشمالهم وجنوبهم، وهذه يمكن يكون ضمن إطار حوارنا. ولكن أنا شخصيا أحب أعطيك رأيي في الموضوع، بأنه لا يعني أنه أحد دول التحالف دعم الطرف يعتقد هذا الطرف بأنه هو المسيطر على الموضوع، ويتناسى بأن هنالك شرعية للرئيس، ويتناسى بأن هنالك نائب للرئيس، وأيضا أن هنالك حكومة. فهذا تصرف أنا شخصيا كمراقب أرفضه وأرفضه بشدة، لأنه فعلا هذا يعني يحرف المسار برمته عما أتت إليه الشرعية وما عملت عليه خلال الأعوام الماضية. هذا أول الشيء. الثاني، هنالك نقيض أو هنالك تناقض أو هنالك بصراحة تباين واضح في التصريحات، سواء من عيدروس أو من الزبيدي أو من هم مسؤولين في عدن من هم في المجلس الانتقالي، لأنه الكلام يطلع منهم محترم، كلام مقبول، بأنه والله نحن وراء الرئيس، ندعم شرعية فخامة الرئيس، ندعم الشرعية وطرد الحوثي. هذا كلام يعني للحقيقة مطمئن، ولكن عندما نرى بعض التصرفات الغير مسؤولة، أنا أتحدث هنا عندما يعني يتحدث التحالف ويقول على الجميع أن يلتزم الهدوء ويضبط النفس وألا تتسع الأمور وتصبح هنالك هوة. نعم سيد محمد. سيد محمد، لكن أصدر التحالف، يعني اكتفى التحالف بإصدار بيانات لدعم الشرعية كما تابعنا، لكن الواقع على الأرض كان مختلفا. أنت ذكرت أن هناك أيضا تصريحات من قادة المجلس الانتقالي وكانت متباينة، وبعضهم مراقبون أشاروا إلى أنهم تم إعطاهم الضوء الأخضر، لكن كيف يتم تفسير اقتصار التحالف على البيانات فقط؟ لا، شوف، يعني أنت تتكلم الآن، هي ليست لمؤاخذة في هالكلمة هوشة بين اثنين،
لا هنا دولة، يعني أي نعم الدولة الآن متعرضة إلى صعوبات، أي نعم أن الدولة الآن في محك خطير جدا، اليمن قد يتفتت لا سمح الله. لا فهذه الأمور هنالك اتصالات تجرى، ويمكن تحدثت معك قبل كذا في حلقات عديدة أو مع الأخوان المحاورين بأنه يعني لا ننظر إلى تفاصيل الأمور ويجب أن ننظر للأوسع. التحالف لم يتأخر يا سيدي الفاضل، بل العكس، يعني التحالف قام بما هو مطلوب منه ويعطي الفرصة للأخوان في الميدان، ويعطي الفرصة للمسؤولين في المجلس الانتقالي، ويعطي أيضا الفرصة للأخوان في الحكومة. فأولا أصدر التحالف بيانا بأنه على الجميع أن يقف أو يتوقف عن القتال في الساعة الفلانية، وتم فعلا إرسال بعض الطائرات وعمل هنالك، أعتقد أنه تم يعني تفريقهم بالقوة. فلا أتفق معك أنه كان هنالك تواصل، يعني أرجو أن نكون مشتركين في الحديث، وأنا أقدر لك وأعلم أن قناتكم يعني تتابع الحدث، وأنا لا أنتقد هنا، ولكن أريد أن أوصل رسالة بأن التحالف كان قريب، التحالف أعطى فرصة للمجلس الانتقالي بأن يصحح أوضاعه، التحالف على يعني في 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 بسرعة عالية طلب حضور المعنيين إلى مقام. لكن المهلة التي أعطاها التحالف لقادة الانتقالي انتهت من دون أي تغيير أو من دون أي تفاعل من قبل قادة الانتقالي، بل أنهم أصدروا تهديدات، قالوا أنهم لن يتعاملوا مع أي تهديد في حال طالبتهم بإصدار أي انسحابات من عدن. شوف، الأقوال تختلف عن الأفعال. اليوم في اجتماعات مهمة في منى وفي جدة، أعتقد أن الزعماء يعني اليوم اجتمعوا على طاولة، يعني خادم الحرمين الشريفين مع فخامة الرئيس سمو ولي العهد، مع سمو نائب رئيس الدولة في عفوا مع سمو رئيس نائب أبو ظبي. فهنالك حراك سياسي، وباعتقادي الشخصي جميع الأطراف وخاصة من الشرعية ذكرت في بيانات عدة بأن على الجميع الالتزام بالهدوء وضبط النفس، فلا يجب أن نحرف المسار عما تم التصريح به. وأرجو أن لا نذهب يعني شأن إشعال الفتنة، لا، نحن أمام محك خطير الآن جدا. أنا كمراقب سعودي أرى اليمن يجب أن يكون موحد. دخلت قوات التحالف إلى اليمن وهي الجمهورية اليمنية، وبإذن الله تطلع منها وهي دولة موحدة. أما إذا صار هنالك اختلاف ما بين اليمنيين فمنذ أزل، وأنا أعرف أن اليمنيين دائما مختلفين، ولكن يحلون مشاكلهم فيهم العقلاء أو فيهم من الحكماء من يحل مشاكلهم. هذا أول. نعم الإمام محمد، نعم تفضل بالبقاء معي، نقول ما ذكرت ونلخصه، أنك أشرت إلى أن التحالف يدعم الشرعية بشكل كبير، وأيضا هو قريب من قادة الشرعية، وأيضا أعطى فرصة للانتقالي ليراجع نفسه. ننقل هذه النقطة إلى المحلل السياسي عبد الناصر المودع من عمان، ما رأيك فيما قاله اللواء محمد القبيبان؟ عبد الناصر المودع، هل أنت معنا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بعبد الناصر المودع من عمان. نعود إلى ضيفنا من الرياض المحلل العسكري السعودي اللواء محمد القبيبان. هل فعلا لا زالت تحالف مع وحدة اليمن، أم أنه يدعم تقسيم اليمن خصوصا بعد صمته وبالأحرى دعمه ل انقلاب عدن؟ نحن نتكلم عن الإمارات. سيدي الفاضل، أنا ما أتفق معك في كلمة صمتي، هذا زي ما قلت لك ولا أريد أن أكرر نفسي. الأمر أمر اليمن هو أمر يهم العالم العربي قبل المملكة العربية السعودية وأمننا الوطني والقوم. استقرار الأمن أو استقرار اليمن من استقرار العالم، بلدين إذا استقرتا اليمن والعراق هدأ العالم بأكمله. خذها مني أنا أعطيك إياها الآن، هذه من علم ودراسات وخبرة 35 سنة. هذا أولا. دول التحالف تدعم ما يراه الأخوان في اليمن في مصلحتهم، أقاليم دول
ما تراه القيادة اليمنية وما يراه المسؤولين في اليمن راح تدعم دول التحالف بما تستطيع. جاءت دول التحالف بناء على طلب من فخامة الرئيس. أرجو أن لا نحرف الموضوع عن واقعه. الآن هنالك مشاكل وتحدثنا ولعلي أعيدها، ما حدث من قبل المجلس نعم. الانتقالي نجعل نعم سيد محمد اليوم محمد نجعل المودع عادة معنا للرد على ما قلت. إذا سيد عبد الناصر المودع، محمد اللواء محمد الخبيبان يقول أن التحالف يدعم ما يراه الإخوة اليمنيون في اليمن، وهو يدعم بقوة أيضا التحالف في خياراته القادمة، وهو أيضا أعطى فرصة للانتقالي ليراجع نفسه. ما هو ردك على ما قال عبد الناصر المودع؟ هل تسمعني؟ عبد الناصر يبدو أننا فقدنا الاتصال مرة أخرى. لو تواصل ما ذكرت سيد اللواء محمد الخبيبان، خصوصا بعد 4 سنوات من الحرب، كيف تقيم أسباب أن التحالف في حربه تأخر ولم يحسمها حتى الآن ونحن مقبلون على السنة الخامسة؟ نعم، نرجع نتكلم على أنه هنالك بعض الأقاويل ومن يريد أن يعني يشكك بأن دول التحالف دخلت إلى اليمن أو استدعيت إلى اليمن أو طلبت من الحضور لليمن، ومن ثم رأى بعضهم هنالك أنها فرصة يعني شق الصف اليمني وعودة إلى مفهوم اليمن الجنوبي واليمن الشمالي. هذا أمر رؤية شخصية، لم تأتي قوات التحالف أو الدول الداعمة للشرعية بهذا المفهوم، لأنه إذا حدث هنالك خلاف في اليمن فسيمتد إلى كافة الدول المحيطة باليمن. استقرار اليمن أهم يعني من أو استقرار اليمن من أهم الأمور التي تنظر لها الشرعية. هذا هو. ثانيا، القوة التي يعني أنشأتها الإمارات علميا عسكريا هو الأمر الصحيح. لماذا؟ عندما أنشأت أحزمة وعندما دربت وعندما وضعت قوات لحفظ الأمن داخل الجزء أو قطاع المسؤولية لدولة الإمارات، أولا لأسباب علمية وعسكرية. اليمن أو عفوا دول التحالف لا تستطيع أن تسلح اليمنيين بأسلحة ثقيلة، والأمر معروف، عندما تشتري أسلحة وهنالك عقود واتفاقيات ما بين الدول لا تستطيع أن تعطي أو تقدمها لحلفائك دون أن يكون هنالك اتفاقية. فكيفية ضمان الأمن في عدن هذه هي الطريقة العلمية الحديثة، وأعتقد دولة الأمارات الشقيقة قامت بهذا العلم إلى أن أو بهذا العمل إلى أن تهدأ الأمور في المنطقة وسلمت اليمن أو سلمت عدن. أعتقد أنه برأيي الشخصي في وضع أفضل كثير من المناطق الشمالية. قد يكون هنالك بعض الإخفاقات، فهم بشر ونحن بشر، وقد يكون هنالك بعض الاختلافات، وما ذكره السيد وزير الداخلية اسمح لي وأنا أحترمه وأقدره، أنا لا أتفق معه. نعم اللواء محمد، تصريح يؤجج يؤجج الفرقة ما بين المدنيين. كان باعتقادي بإمكان حفظ هذا التصريح، ومن ثم إذا لم يتم التعامل والفهم الإدراك ما حصل، لا هنا الحق يقال، لا بد أن تتحدث الحكومة بكل أريحية. وذكر الأستاذ المودع ما ذكره في البداية عن الحكومة الشرعية. نعم، ننتقل إلى المودع ونناقش ثم نعود لك لنناقش الطريقة التي ذكرتها، هي تسليح قوات صغيرة أو قوات لا تخضع للدولة لمجابهة ما يحدث في اليمن من إرهاب وميليشيات حوثية. ننتقل إلى ضيفنا من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. هل تسمعني عبد الناصر؟ لا أسمعك، تفضل. نعم، بالنسبة لما ذكره ضيفنا من الرياض عن أن التحالف يدعم الشرعية وبقوة، وهو أيضا يدعم ما يراه الإخوة اليمنيون في خياراتهم القادمة في اليمن، ما رأيك حول ذلك؟ يعني طبعا هذا ما نتمناه، وهذا ما يخدم أيضا المصلحة السعودية. في الأساس
السعودية مصلحتها الاستراتيجية أن يكون هناك يمن مستقر، واليمن المستقر هو اليمن الموحد، هذه بديهية يعرفها أي شخص. وبالتالي الدعم السعودي لهذا اليمن الموحد هذا هو الأمر الطبيعي. لكن ما جرى على الأرض قبل أيام ثبت بأن هناك إما سوء إدارة أو البعض رأى نوع من التواطؤ، ورغم أني أستبعد هذا التواطؤ لأنه ليس هناك من مصلحة، ليس هناك من مصلحة سعودية لتفكيك اليمن، ليس هناك من مصلحة سعودية لإضعاف ما تبقى من رمزية لهذه الشرعية التي فقدت فعلا كل أسس شرعيتها ولم يبقى لها إلا الدعم السعودي. وبالتالي الأمر هكذا يبدو لنا نحن. القضية أن ما حدث الآن هو محصلة لتراكم سلسلة من الأخطاء. الأخطاء الرئيسية أنه لم تقام سلطة شرعية في اليمن، هذه حقيقة. هل تعتقد بوجود أي خلاف بين الإمارات والسعودية بخصوص ما يجري في عدن سيد المودع؟ كيف؟ هل تعتقد بوجود أي خلاف إماراتي سعودي بخصوص ما يجري في عدن، خصوصا أن هناك يعني تحليلات أو مراقبون يقولون أن هناك خلاف سبب ما حدث في عدن مؤخرا؟ يعني المنطق يقول بأن الإمارات تصرفت في مصلحتها الخاصة وبأنانية شديدة وبالضبط للمصلحة السعودية، وطبيعي أن يكون هناك خلاف لأنه ليس من مصلحة السعودية ما حدث، وبالتالي ربما يكون هناك خلاف. لكن عمليا لا تستطيع الإمارات أن تتخذ مواقف إذا كانت السعودية رافضة لها تماما. بمعنى آخر السعودية هي صاحبة الكلمة الأولى في اليمن، والإمارات لا يمكن أن تخالف إرادة السعودية، والسعودية بإمكانها أن تخرج الإمارات في أي لحظة من التحالف من اليمن، لأنها أتت أصلا بطلب سعودي، هي لم تأتي بطلب يمني 100%. وبالتالي السعودية هي الدولة صاحبة الإرادة وصاحبة الشأن اليمني على الأقل في الوقت الحالي، هي من تدير الشأن اليمني. لهذا السبب لا نعرف بالضبط هل هناك خلاف، هل هناك تنسيق، هل هناك أجنحة داخل السلطة الحاكمة السعودية مع التوجه الإماراتي، مع التوجه بالانفصال، وبالتالي نعم. هي تتعارض مع المصلحة العليا للسعودية. هذا أمر لا نعرفه تماما، نعم. وضحت. نعرفه فقط تكهنات، نعم. وتحليلات، نعم. لا نستطيع أن نتأكد من صحتها. نعم، وضحت رؤيتك سيد عبد الناصر المودع، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. بالعودة إلى الرياض معنا من هناك المحلل العسكري السعودي اللواء محمد القبيبان، كنت قد تحدثت عن طريقة علمية، نعم تحدثت عن طريقة علمية عن تسليح قوات صغيرة أو ما يسمى ميليشيات لمواجهة ما يحدث في اليمن، وهل هذا باعتقادك لا يؤثر على الدولة كشرعية كحكومة كمؤسسات عسكرية، أم أنه يعتبر أسلوب تم التنسيق معه مع الحكومة اليمنية هناك؟ لا، هو أكيد يتم تنسيق، ولكن يعني لم يتبثر أنه الآن الدولة بالأمانة لا يوجد دولة، يعني لنكن واقعيين هنالك تحديات وتحديات كبيرة في اليمن، ونحن أمام تحدي الآن لم يعد يطال اليمن فقط، بل طالنا نحن هنا في المملكة العربية السعودية، تهديدات مستمرة، إطلاق صواريخ، تهديد المدنيين، ضرب مطارات، فالأمر في اليمن ليس بالمستقر. ولكن نرجع للنقطة الرئيسية، لكن مراقبون يعتقدون أن السعودية والإمارات استغلت هذه الظروف. هذه نظرة سوداوية وهذه نظرة خاطئة يا سيدي الفاضل. ما هي المصلحة لأن يكون اليمن غير مستقر؟ لأن اليمن ليس بالدولة السهلة وليست بأحد دول الموز التي يتم السيطرة عليها بسهولة ويستسلم أهلها. اليمن أثبت ضمن التاريخ، من عرفت اليمن أنا رجل أبلغ 55 سنة، من عرفت التاريخ من يحكم اليمن أنا أعتقد أنه يعني هذا رجل يستطيع أن يحكم ما نبقاه للعالم، ولكن هنا الشعب لا يرضى بأي نوع من المهانة.
إذن عفوا لو قطعتك محاولة بس محاولة معك سؤال أخير محاولة لفهم ما يجري في اليمن، هل تعتقد فعلا بوجود أي خلاف إماراتي سعودي بخصوص ما يجري خصوصا ما جرى في عدن؟ البت لا ليس صحيحا، هذا كلام قايل لك كلام يعني ليس بالصحة ولا ليس ولا يوجد هنالك أي نوع من الأدلة. البلدان ولله الحمد يعني من ضمن دول مجلس التعاون يعني وعمل جاهدا، قدم كثيرا من التضحيات لإرساء الأمن والاستقرار في اليمن، فلا أعتقد أن ما تحدثت بحضرتك أنه صحيح، وهذه يعني مجرد أنا أعتقد أنه محاولة يعني إعلامية يائسة من قبل من أي كان، ليس أنتم عندكم غيركم ترى يقول نفس الكلام ده، لا نحن ولله الحمد متأكدين بأن المملكة والإمارات ومعهم اليمن على قلب واحد، والجميع ينظر إلى أهمية استقرار اليمن. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي أقول لك ليس هنالك أطمع، اليمن ليست أحد دول الموز التي يدخل ويعبث فيها، اليمن لها تاريخ مشرف، قادة رجال عقلاء حكماء يديرون بلدهم، ولم تستطع من هي من دول العالم أن تدخل بدون أن يكون هنالك رغبة اليمن. هذه صورة واضحة اليوم الاجتماعات آخر نقطة معليش اليوم الاجتماعات حيكون لها دور أنا متأكد إيجابي، أنا متأكد أن حيكون هنالك توصيات، أنا متأكد أن مجلس الانتقالي راح يعمل في صالح الشرعية كما ذكروا الأخوان المسؤولين المجلس الانتقالي، أنا متأكد كل التأكد أنه بإذن الله راح تدعم الحكومة الشرعية المجلس الانتقالي للفترة الحالية، ومن ثم لكل حدث حديث بكيفكم. إن شاء الله تصيرون 60 دولة فيما بينكم أو تصيرون دولة واحدة، فأنتم جيران والجغرافيا فرضة. شكرا لكم. فرضتنا عليكم فرضكم علينا. شكرا المحلل العسكري السعودي اللواء محمد القبيبان، كنت معنا من الرياض، وأيضا الشكر موصول لضيفنا من عمان السياسي المحلل عبد الناصر المودع، وأيضا الشكر موصول لكم متابعين الكرام، ومن فريق العمل أيضا التحية ومني، وإلى اللقاء.